بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذة زهراء خباز. في هذا المقطع سنحل النشاط الموجود في كتاب الصف السابع لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. النشاط يطرح مشكلتين. المشكلة الأولى، عندي ملف أعرف اسمه الكامل، يعني الاسم مع اللاحقة، ولا أعرف مكان حفظه، فكيف نحل هذه الإشكالية؟ وبالتالي نجد الملف، نفتح هنا جهاز الكمبيوتر، نلاحظ عندي مكان للبحث. في هذا المكان أكتب اسم الملف. أنا عندي اسم الملف ليس نفس الموجود في الكتاب، سأبحث عن ملف بهذا الاسم وأضغط إنتر. ماذا سألاحظ؟ ألاحظ أن الكمبيوتر يبدأ بعملية البحث ويظهر لي هنا النتائج. إذا لم يظهر شيء، معنى ذلك أنه لا يوجد هذا الملف، غير موجود، أو ممكن أن أكون مخطئ في كتابة اسم الملف وبالتالي لم يستطع إيجاده. هذا بالنسبة لحل المشكلة الأولى. طبعا هنا يكمل البحث حتى يصل إلى آخر الشريط وليتأكد من أنه بحث في كامل جهاز الكمبيوتر عن هذا الملف الذي كتبت له اسمه. المشكلة الثانية تقول أن عندي ملف من نوع MP3 وأعرف مكانه في القرص F، لكن هذا القرص مليء بالملفات، فأريد اتباع أمر، القيام بأمر يسهل علي البحث عن الملف. الأمر الذي سنطبقه هو ترتيب الملفات ضمن المقرص F حسب النوع كما موجود في هذه الصورة. أنا هنا سأدخل إلى قرص عندي، ليس بالضرورة هذا جهاز الكمبيوتر، عندي هذه الأقراص، سأدخل إلى قرص ليس بالضرورة أن يكون الحمد لله عفوا ليس بالضرورة أن يكون بداخله نفس الملفات الموجودة في الكتاب. مثلا لو دخلت، مشكلة أنا عندي أغلب التصنيفات هي على شكل مجلدات، لو دخلت على هذا المجلد الذي فيه برامج كيف أقوم بترتيبي حسب النوع؟ أول خطوة هنا أقوم من تبويب عرض أنقر عليه وأختار قائمة ليست، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية نقرة يمينية في مكان فارغ، ثم أختار ترتيب حسب وأختار النوع تايب، فألاحظ أنه رتب الملفات، رتبها حسب النوع، وبذلك نكون قد حللنا المشكلة الثانية. أرجو أن يكون هذه طبعا نهاية المقطع، وأرجو أن يكون الشرح مفيد، ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما قلت هنا تلاحظون أنه يقوم بإتمام البحث حتى يصل إلى نهاية الشريط ويظهر لي النتائج التي تظهر هنا.